ويكون السفياني طالع. ولذلك هذا الوضع اللي موجود الآن تشوفه ما في فوضى، كل ما تشاهدون كله بدقة، كله بدقة. السفياني يطلع في الوادي اليابس بالشام، منين يطلع؟ من درعة، من مكان آخر، اسمه عثمان بن عنبسة، وأحمد اليماني. اليماني ما يذكرون اسمه، يقولون اليماني مثل ما يقولون السفياني. أحدهم يقول أحمد أو الحسن اليماني، لكن إحنا ما نذكر اسمه لأنه بعض الناس مسمي هذا الاسم عليه، فما نذكر اسمه، نقول اليماني. اليماني عالم كبير، فقيه، مرجع، شجاع، بطل عظيم،